تحذيرات وتهديدات روسية باستخدام أقوى صواريخ الترسانة النووية الروسية ضد الغرب وزير الخارجية سيرجي لافروف حذر بضربة نووية ضد أسلحة النيتو وواشنطن وديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي هدد بضربة نووية لتدبير الصواريخ الغربية على وقع كل هذا التوتر والتصعيد بين موسكو والغرب عبر ساحة الحرب الأوكرانية المشتعلة أطل الرئيس فلاديمير بوتين بخطاب تهدئة مفاجئ معلنا ضروره ابقاء الحوار الدبلوماسي مفتوحا رغم اعلانه استعداد موسكو لاختبارات نوويه اذا لزم الامر اكد بوتين اهميه الحوار مع الغرب لمنع اي حرب مدمره فهل يصل مسار التوتر بين روسيا والغرب الى مرحله نوويه ام ان التهدئه قد بدات سجال نووي إذن تخوضه موسكو مع الغرب شكل نقطة تحول بعد انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية العام الماضي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا قالت إن موسكو ستبقي خطوط الحوار مفتوحة مع القوى النووية لكنها لوحت في ذات الوقت بأن بلادها سترد بالشكل المناسب إذا نشرت الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة النووية الاستراتيجية تصريحات زاخروفا جاءت بعد ان كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اجراء تعديلات على العقيده النوويه الروسيه امر دفع مستشار الرئيس الامريكي لمنع انتشار الاسلحه النوويه برناي فادي الى الادلاء بتصريحات قال فيها ان واشنطن قد تضطر الى نشر مزيد من الاسلحه النوويه الاستراتيجيه في السنوات المقبله لردع التهديدات الروسيه المتزايده وتهديدات الصين وخصوم اخرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوّح في تصريحات سابقه بإمكانيه استخدام الاسلحه النوويه حال وجود تهديد استثنائي، ولم يستبعد بوتين اجراء اختبارات نوويه اذا لزم الامر. استخدام الاسلحه النوويه او عدم استخدامها، الاستخدام سوف يكون في اي ظروف. لدينا عقيده نوويه وكل شيء مكتوب، وعندما تحدثت مع رؤساء وكالات الانباء تحدثت عن ذلك، كل شيء مكتوب، من الممكن استخدام الاسلحه النوويه في حاله وجود تهديد استثنائي لسياده روسيا وسلامتها الاقليميه. في حالات استثنائيه، لا اعتقد ان هناك مثل هذه الحاله الان ولا داعي لذلك، لكن هذه العقيده هي اداه حيه ونحن نراقب عن كثب ما يحدث في العالم وحولنا ولا نستبعد اجراء بعض التغييرات على هذا المبدا واذا لزم الامر سنجري اختبارات نوويه. ارحب بضيفينا عبر ملف اليوم من موسكو الكاتب والباحث السياسي يفجيني سيدروف اهلا بك سيد يفجيني ومن باريس الباحث في العلاقات الدوليه طارق وهبي اهلا بك دكتور طارق ابدا معك سيد يفجيني العقيده النوويه الروسيه تعني الانتقام الشامل من امام منتدى سانت بيترسبورغ اكد بوتين ان هنالك احتمال لتغيير هذه العقيده زخروفة تحدثت عن ابقاء باب الدبلوماسيه مفتوحا هل هو خفض لمنسوب الاحتقان ام ربما تلويح جديد واحتمالات يقدمها الرئيس الروسي للغرب لمنع اي حرب نوويه. تحيه لك وللساده المشاهدين ولضيفك الكريم انا اعتقد بان كلام بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي كان منطقيا تماما وذلك لسبب بسيط واحد وهو ان الكل في العالم بغض النظر عن سياستها او موقفها السياسي يدرك تماما خطر نشوب حرب نوويه ويمكن ان يكون مبررا لهذا الخطا يعني لهذه الحرب حتى مجرد يعني خطا ما في اجهزه التحكم بهذه الاسلحه النوويه وبالتالي للتقليل من هذا الخطر لابد من استئناف الحوار وهذا الحوار روسيا تقول انها مستعده لاجرائه في اي وقت طبعا هناك اسباب وربما بعض الشروط لكي يبدا هذا الحوار والاهم من ذلك ان لا يبدا فقط وانما يكون فعالا أي أنه يجب أن يؤدي إلى نتائج ترضي الجميع لكن الآن في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة لروسيا كما تسميها موسكو في أوكرانيا وإمدادات متزايدة من الأسلحة الغربية من الصعب جدا لو لم نقل من المستحيل الحديث عن أي انفراج في العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة ولكن في ظل فهم كما قلت الآن منذ قليل في ظل فهم قيادتي البلدين والأوساط السياسية عموماً في كل من موسكو وواشنطن لخطر اندلاع الحرب النووية التي يمكن أن تكون نتيجتها اه لا المئات الآلاف بل ربما مئات الملايين من البشر اه طبعاً الكل يدرك تماماً ضرورة العودة إلى الحوار بغض النظر عما يحدث. لا. الآن نعم. في العالم ويعني نعم هذه 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 الافق تبدو واقعيه تماما اذا ترك تركت واشنطن جانبا كل الخطوات التي تتخذها لمواصله دعم اوكرانيا وهو يرفض رفضا قاطعا الان آه يعني قلق روسيا بشأن سيد الأمن هذا الدعم الأمن يجب أن يكون متساويا أو متكافئ للجميع الرئيس الأوكراني نعم. أيضا زيلينسكي بالأمس مع كبار القادة الأوروبيين كانت له دلائل ورسائل هل توافق السيد يفغيني بأن هناك استحالة لبدء هذا الحوار مع كل الدعم والصواريخ النوعية وإعطاء الضوء الأخضر لاستخدام هذه الصواريخ ضد الأراضي الروسية من الأوروبيين ومن الولايات المتحدة طبعا من الصعب ان نتصور ان سيد يبجيني السؤال موجه من باريس اعتذر منك سيد يبجيني تفضل استاذ طارق تفضل تحياتي لك روبير وتحياتنا لضيفك من موسكو يعني ما هي العقيدة النووية التي يتحدث عنها الرئيس بوتين هي ردة فعل وحضرتك استعملت كلمة سجال عندما تقدمت بالتقرير وبما يحصل الان، هناك حقيقة نوع من سجال، هناك من يرفع الصوت عاليا امام العالم ليخيف العالم، ولكن هل يستطيع الرئيس بوتين استعمال هذا السلاح بهذه الطريقة؟ في مرحلة ما من الحرب ضد اوكرانيا، قلنا قد يكون هناك استعمال لهذا السلاح في مواقع معينة بما نسميها الاقاليم التي هي قريبة من اوكرانيا، ولكن عدد كبير من الخبراء الذين يتعاملون في هذه الاسلحه ويعرفون جيدا ان ممكن هذه الاسلحه تضر كثيرا اوكرانيا وتضر كثيرا روسيا بهذا الموقع، المشكله الكبرى ان هناك ماده لها علاقه بميثاق الناتو هي الماده رقم خمسه والتي تتداعى كل الدول اذا عضو في الناتو ضرب. الآن الولايات المتحدة الأمريكية عندما قالت أنها ستنشر صواريخ هو ردة فعل مئة بالمئة صحيحة عما حصل أو ما كان سابقا موجودا والذي موجود هو الآن في بولونيا يعني أمريكا وضعت بعض الصواريخ التي هي عابرة للقارات ولكن هل هذه حشوات يعني هذه الصواريخ تحمل فقط يعني انفجار قنابل أو هناك حشوة حشوة نووية هذا السؤال الكبير لذلك أنا برأيي الآن الحديث عن العقيدة النووية بالنسبة للرئيس بوتين هي عبارة هو عن تخويف للعالم أجمع أنني أستطيع أنه يستطيع أن يستعمل هذا السلاح كما يشاء ولكن هو يعرف جيدا وحتى القادة العسكريين في الكرملين يعرفون جيدا أن هذا الموضوع يضر به أولاً ويضر بأوكرانيا ولا يضر بالأوروبيين إلا إذا أراد الرئيس بوتين أن يقوم بحرب شاملة وإرسال هذه الصواريخ كما يريد الآن يعني باتجاه ألمانيا أو باتجاه دول البلطيق أو باتجاه بولونيا أو حتى فرنسا بمعنى أن الرئيس نعم. ماكرون في آخر تصريح له بعد قدوم الرئيس زيلينسكي إلى فرنسا أنه سيعطيهم ميراج 2000 كان التصريح عاليا وكأنه يعني يستخف بهذا الموضوع بنفس الوقت هناك من يهدد أن روسيا تستطيع أن تقوم بأي ردة ومنها الرد النووي سيد يبجيني يعني ما أسمى دكتور طارق بأنه سجال هناك فعلا رفع لمنصوب الخطاب السياسي ولكن الثابت والاكيد بان عندما يقول الرئيس بوتين امام منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي باننا سنقدم على تجارب نوويه ياتي ذلك بعد انسحابه العام الماضي من معاهده حظر التجارب النوويه هل سيتحقق ذلك الصحافه الاوروبيه تحدثت طويلا عن عمليه نوويه محدوده تتزامن مع الالعاب الاوروبيه التي تستضيفها العاصمه الفرنسيه باريس وستكون رسائل لصرف الانظار وربما لافهام الغرب بان روسيا ستحقق ما هددت به؟ اولا حتى اذا كانت هناك تجارب نوويه فهي يعني الاكثر ترجيحا انها ستجري في مناطق بعيده ربما في المحيطات او في النقاط التي لا تشكل او لا تشكل هذه التجارب خطرا على اي بلد. هذا أولا ثانيا ستكون محدودة النطاق وبالتالي هذا الأمر أيضا هو لا يؤثر أو لن يؤثر بشكل كبير على الأوضاع في العالم الأمر الآخر لو استهدفت بالأسلحة النووية بلدان بكاملها ولكن أنا شخصيا أستبعد, منها أستبعد هذا الاحتمال وهذا ما لمح إليه بوضوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء كلمته وأجوباته عن أصيلة المشاركين في جلسة المنتدى التي جرى في سانت بيترسبورغ هذا أولا ثانيا أعتقد بأن أو استراتيجية بالأحرى استراتيجية الرئيس الروسي ربما تتمثل فيما يسمى الآن بالأعمال غير مباشرة أو الرد غير مباشر على التهديد الذي تشكله خطوات الولايات المتحدة وبلدان الناتو التي لا تكف عن إمداد وتزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة هذه الاستراتيجية للأعمال غير مباشرة ربما تتمثل في أن تقوم روسيا بامداد تلك الدول التي تتعرض لضغوط من قبل البلدان التي تشارك في دعم اوكرانيا امدادها بالاسلحه وهذا الامر ربما يعيد الى رشد تلك الرؤوس الحاميه في المعسكر الغربي والذي يرى انه يمكن ان يخوف روسيا بمزيد ومزيد من الاسلحه. يعني هذا الرد لن يكون مماثلا أو تماثليا كما يقال والطابع اللي إن صح التعبير لهذه الخطوات قد يفاجئ ربما الدول الغربية وقد يجعل هذه الدول ربما تصغي بمزيد من الاهتمام إلى المقترحات الخاصة بالأمن المتكافئ التي ما زالت روسيا تقترحها على كل دول يعني اذا اخذت هذه الدول بعين الاعتبار مثل هذا الموقف ووافقت عليه حتى بشكل جزئي فان ذلك سيعني ان الحرب او العمليه العسكريه في اوكرانيا ستنتهي قريبا. انتهاء هذه العمليه او هذا الامل دكتور طارق، هل سيتمسك بها المسؤولون الاوروبيون؟ هم يعيشون ازمه حقيقيه هناك سباق للتسلح الميزانيات الدفاعية لدى الحكومات الأوروبية تتضاعف بعد فراغ مخزونها يعني مقابل كل الهبات العسكرية والمساعدات لأوكرانيا خلط الأوراق هذا سيدفع إلى تهدئة حتمية على ما قاله سيد يفجني صحيح أستاذ روبير الكل يسعى لوقف هذه الحرب لأنها لا أحد يريدها وأكثر من ذلك كل النتائج أظهرت أن هناك يعني تدمير الاقتصاد الأوكراني هناك أيضا خلل كبير الاقتصاد الروسي وحتى هناك خلل بمفهوم حتى ما أراده الرئيس بوتين أي الأمن القومي الروسي هناك خلل به لأنه دفع دول كسويد وكفنلندا للانضمام إلى الناتو وكانت هذه الدول خارج إطار الناتو. قبل وكانت تسعى يعني بحضور السياح الروس اليها وكل التعاون في ذلك. الموضوع المهم هو ما هي القاعده التي سنذهب اليها لمحادثات ومباحثات جديده؟ سننسى كليا ما حصل في مينسك بمعنى مسار مينسك منسي. اكثر من ذلك حتى مسار النورماندي عندما قدم الرئيس بوتين الى فرنسا وكان هناك يعني محادثات لعوده احياء بعض اتفاقية مينسك انتهت الموضوع الآن هذا التسلح الذي تراه يا سيدي في أوروبا واضح أن هناك ثقة فقدت ما بين الأوروبيين وما بين روسيا لا ننسى أن السيدة ميركل كانت من أكثر المشجعين لموضوع ربط الاقتصاد الروسي بالربط الاقتصاد الأوروبي وأنا برأيي هناك خطأ كبير اتكبه الرئيس بوتين كان عليه أن يقرب الأوروبيين إليه ويبعد الولايات المتحدة الأمريكية عن أوروبا بالقول أنه لا يمكن ولا في أي لحظة أن يكون هناك هجوم مسلح روسي على أوروبا وهكذا كان هناك نوع مهم جدا ما بين روسيا وبين أوروبا لأن أوروبا بحاجة إلى روسيا وروسيا بحاجة لأوروبا بالمفهوم الاقتصادي وحتى بالمفهوم الثقافي يعني للأسف الشديد نحن أمام نوع جديد من التعاطي نوع جديد من العلاقات ما بين من بين اوروبا وروسيا لذلك انا برايي الان يعني الكل ذاهب الى مفهوم تقسيمي في اوكرانيا واضح ان هناك مهم. مهم. عوده الى مفهوم نوفا روسيا اي المقاطعات التي اعلنت ولاء الى روسيا والذهاب الى عدم الحديث نهائيا عن جزيره القرم والعوده الى ما زون تامبون بمعنى ان هناك اماكن خاليه من الاسلحه بهذه المنطقه والتي تجعل نوعا ما بالنسبه لروسيا راحه نفسيه على انها لا تستعمل ضمن اي قتال زد على ذلك ان موضوع حضرتك الصواريخ العابره تستطيع ان تضع صاروخ في تشيكيا في سلوفاكيا في فرنسا وقد يصل إلى روسيا كان بالعكس روسيا تستطيع أيضا أن تفعل ذلك لذلك هناك طرحان الطرح الأول هو جغرافيا محلة محلية والطرح الثاني طيب. له علاقة بالأسلحة أثرت نقطة بالغة الأهمية دكتور طارق الأسلحة للصواريخ العابرة وغيرها سأعود إلى نقطة مع سيد يفجيني متصلة تحديدا بأي سلاح سيسلمه بوتين لخصوم الولايات المتحدة وهذا ما لوح به قبل أيام سأعود إلى ضيفينا لطالما كانت روسيا احدى القوى النوويه الكبرى في العالم وتمتلك ترسانه هائله من الاسلحه النوويه، كما ان لديها اكبر مخزون نووي في العالم يقدر باكثر من 6300 راس نووي فعال. ترسانه وضعت لها عقيده نوويه تفسر توجه روسيا الاستراتيجي وقدراتها العسكريه، هي عقيده استندت منذ حقبه الاتحاد السوفيتي سابقا الى مفهوم الانتقام الشامل، حيث أن أي هجوم على الأراضي السوفيتية آنذاك كان سيقابل برد نووي دفاعي مدمر، لكن هذه العقيدة خضعت لعدة مراجعات استجابة للظروف الاستراتيجية المتغيرة، ففي عام 2020 وقع الرئيس بوتين مرسوما تحت اسم اسس سياسة الاتحاد الروسي في مجال الردع النووي. يوضح بعض المسائل التي كانت مثارا للجدل في السابق ويحدد سيناريوهات اللجوء إلى استخدام قوة الردع النووية. في المجمل سياسة موسكو في مجال الردع النووي ذات طابع دفاعي تضمن حماية سيادة الأراضي الروسية وسلامة هذه الأراضي وتمنع تصعيد العمليات العسكرية ضدها، ولكن هذا لا يمنع الرئيس الروسي من الضغط على الزر النووي في الحالات التاليه، أولاً في حال مواجهة أي خطر يتهدد سيادة البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ولمنع تصعيد العمليات العسكرية. أيضاً حصول روسيا على معلومات موثوقة تؤكد عزم جهة ما إطلاق صواريخ بالستية على الاتحاد الروسي أو أحد حلفائه باستخدام أسلحة تقليدية يلجا الى الضغط على الزر النووي. ثانيا في حال تعرضت روسيا او احد الحلفاء لهجوم باستخدام اسلحه دمار شامل تتيح العقيده النوويه استخدام هذا السلاح في حال تعرض مواقع حكوميه او عسكريه روسيه لهجوم يؤدي تعطيلها الى تعطيل اجراءات الاستجابه للقوات النوويه والقدرات النوويه الروسيه. منذ بدايه حرب اوكرانيا، وضعت روسيا قوه الردع النووي في حاله التاهب القصوى ردا على ما وصفته بالخطوات التصعيديه للغرب وعاد الحديث عن هذا السلاح بعد منع الولايات المتحده كييف منحتها ضوءا اخضر لضرب الاراضي الروسيه دون استهداف موسكو او حتى الكريملين. نعود الى ضيفينا من موسكو الكاتب والباحث السياسي يفغي سيدروف ومن باريس الباحث في العلاقات الدوليه دكتور طارق وهبي سيد سيدروف. لوح الرئيس الروسي بلاديمير بوتين خلال تهديده الدول الغربيه بانه سيمنح اخصام هذه الدول رؤوسا نوويه فعاله هو غمز من قناه كوبا لاستهداف الاراضي الامريكيه ماذا يعني هذا التهديد وما هي الموانع الغربيه التي قد يخشاها الرئيس الروسي انا لا اعتقد بان الرئيس الروسي يخشى من اي شيء سواء متوقع او غير متوقع من الدول الغربيه ومن الولايات المتحده. بالمناسبه لابد من العوده الى ما تفضل به زميلي عندما تكلم تحدث عن ان الرئيس الروسي ارتكب خطا بابعاد الدول الاوروبيه عنها ومواجهتها للولايات المتحده. انا لا اعتقد بان كل الدول الاوروبيه الان تصغي باهتمام شديد نصائح وربما في بعض الاحيان توجيهات صادره من واشنطن. وهناك ما يكفي من الدول التي تبدي استعدادا لانتهاج سياسه مستقله تماما عن واشنطن ورغبتها في فرض مشيئتها على هذه الدول الاخرى. امثله هناك موجوده، مثلا ايطاليا دورها الان يرحب به في موسكو. وهذا ما أشار الرئيس الروسي إليه في أثناء لقائه بوسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية في اليوم الأول من فعاليات المنتدى الإقتصادي. أنا أعتقد بأنه في المستقبل سوف يزداد يعني عدد مثل هذه الدول التي تدرك تماما أن الإستمرار في سياسة تحاول فرضها الولايات المتحدة وبريطانيا على بقية الدول الغربية لا شك انها ستدرك ان هذه السياسه محكوم عليها بالفشل في نهايه الامر لان روسيا لن تتراجع في اوكرانيا وستصل بالامر الى انتصار شامل وهذا يعني ان ربما مهما تطورت الاوضاع فإن استخدام الأسلحة التقليدية العادية أعتقد بأنه يكفي لإنهاء هذه الحرب أو لحسمها أو حتى كربما وسيلة يمكن أن تصبح بمثابة ردع لأولئك الذين يحاولون تصعيد الأوضاع حول أوكرانيا وأتوقع بأن المباحثات يمكن أن تبدأ إذا انضم إلى الجهود التي تبذل الآن من قبل بعض الأطراف إذا انضم إليه كل من صين مثلا وتركيا وعدد من بلدان الخليج هذا يعني أنها ربما إذا توحدت جهودها وكانت هناك مقاربات موحدة نوعا ما بإمكان هذه المجموعة من الدول أن تقنع كل من روسيا وأوكرانيا بالجلوس إلى بعيدة المفاوضات وربما التباحث في تفاصيل معاهدة ليس فقط وقف اطلاق النار وإنما معاهدة السلام دكتور طارق هذه الفرصة العودة إلى السلام في أوكرانيا ما بنى عليه يعني هذا التحليل السيد يفجيني يترافق مع علاقات معقدة للولايات المتحدة تحديدا مع الصين التحالف الصيني الروسي المعلن اقتصاديا وعسكريا والتبادل ايضا التكنولوجي كان يقلق الدول الاوروبيه ولكن العوده الى الحوار النووي، عوده روسيا الى اتفاقيه حظر التجارب بات امرا ملحا امام الاوروبيين رغم كل المغامرات التي تتواجه فيها واشنطن مع موسكو والخطابات المتقابله. نعم من الضرورة عودة موسكو إلى كل هذه الاتفاقيات التي تنظم وتعتمد كل ما يصار أو يعني يعمل أو ينتج بمفهوم السلاح النووي وغير السلاح النووي الذي هو يعني سلاح مدمر وقاتل ليس لشخص واحد ولكن لمئات اكثر من مئات لملايين الاشخاص انا باعتقادي يعني ضيفك من موسكو ليس مسؤولا في الحكومه الاوكرانيه في الروسيه ويتصرف ويقول وكانه يريد ان يملي على الجميع ماذا يريدون لوصول الى وقف اطلاق النار او وقف هذه الحرب وغيره، هذا لا يمكن بهذه الطريقه. سالته سؤالا مهما له علاقه ان الرئيس بوتين قرر ان يعطي اسلحه نوويه ليس يا سيدي الى 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 كوبا، إن الهدف الاساسي هو لايران، هو ان يعطي لايران لان ايران تستطيع باذرعها ان تستعمل ذلك ضد الامريكيين الموجودين في سوريا، ضد الامريكيين الموجودين في البحرين، ضد الامريكيين موجودين في نطاق معين ضمن هذا النطاق او ضد حتى اي دوله متحالفه مع الولايات المتحده الامريكيه انا باعتقادي روسيا ترسل رساله الى العالم انها لم تعد تستطيع ان تستحمل هذا الضغط المهم الذي له علاقه بهذه الحرب واثبت الرئيس بوتين انه عندما دخل في هذه الحرب بثلاثه اشهر لم يستطيع ان يسيطر على اوكرانيا لا. هذا موضوع عسكري يعرفه الرئيس بوتين ويعرفه كل القيادات العسكريه في العالم انطلاقا من ذلك لا. هو يسال وهو يريد ان يرفع السقف عاليا لعوده الجميع الى طاوله حوار ولكن للاسف طاوله حوار بشروطه غير ممكنه قبل ان نشكر ضيفينا كنا طرحنا السؤال التالي عبر منصات سكاي نيوز عربيه وعبر ملف اليوم هل لا يزال باب الحوار النووي مفتوحا بين روسيا والغرب وجاءت الاجابات كالتالي 67% اجابوا نعم باب الحوار النووي سيبقى مفتوحا فيما قال 33% لا لن يكون مفتوحا وبالتالي المواجهه النوويه قد تحصل في اي لحظه أشكر من جديد ضيفينا من موسكو المحلل السياسي يفغيني سيدروف شكرا جزيلا لك سيد يفغيني ومن باريس الباحث في علاقات الدولية دكتور طارق وهبي شكرا جزيلا لكما عبر ملف اليوم نهاية ملف اليوم غدا موعد جديد وملف جديد بأمان الله